تزامنا مع الاحتفال بيوم الطفل العالمي، ومن منطلق حرص وزارة الداخلية على مشاركة الأطفال هذا الاحتفال، قام رجال الشرطة بتوزيع الورود والهدايا على الأطفال في الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، في بادرة تؤكد على التقارب والتلاحم بين الجميع والدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة للأطفال وإحياء المناسبات الخاصة بهم. خطوتنا الجاية ومستقبلنا طريق منين؟ هتكمل مشوار الأبطال وعلينا العين. ليست هذه هي الطريقة الوحيدة التي أحيت بها الوزارة يوم الطفل العالمي، لكنها بادرت بتوجيه مأموريات إلى المستشفيات المختلفة، وفي مقدمتها مستشفى سرطان الأطفال 57357، حيث تم توزيع هدايا على المرضى من الأطفال، وهو ما رسم الفرحة والبهجة على تلك الوجوه التي أتعبها المرض، وتسهم تلك المبادرة في رفع روحهم المعنوية وتدعمهم لمواصلة العلاج حتى الشفاء. النهاردة بسم الله ما شاء الله جات لنا زيارة من الداخلية، بسم الله ما شاء الله على صباء دوم الله بسم الله ما شاء الله دخلتهم بس علينا كده فرحتنا. فوجئت بوزارة الداخلية موجودة هنا وبيفرضوا هدايا وبيلعبوا مع الأطفال وبيجروا بيهم ويفرحوا بيهم. إحنا الأمهات فرحنا جدا. كما فتحت مستشفيات الشرطة أبوابها للكشف على الأطفال وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان على مدار 3 أيام تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل. من حيفرقنا وإحنا تملي الإيد في الإيد، شايفين حلمنا بيقرب والأحلام ما بقتش بعيد، عارفين. وقدمت وزارة الداخلية الكثير من المبادرات للأطفال للإسهام في رفع الوعي لديهم وتعميق الانتماء الوطني وتعريفهم بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، من خلال استقبال أطفال المدارس بمختلف الجهات الشرطية بمديريات الأمن وفي مقدمتها إدارات المرور والنجدة والحماية المدنية. يستمع الأطفال إلى شرح من الضباط حول طبيعة عملها والجهد المبذول فيها لخدمة المواطنين، إضافة إلى مشاهدة بيانات عملية لتلك الإدارات. كما توجه الوزارة مأموريات للمدارس المختلفة لتعريفهم بالجهود الأمنية وما يقوم به رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن. أمنك وأمانك وإحنا في ظهرك مهما يكون. المدينة المرورية شكل من أشكال الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية للأطفال، حيث تنتقل بين المدارس للارتقاء بالوعي المروري لدى طلاب المدارس وغرس قواعد وآداب المرور لديهم منذ الصغر، وتتيح المدينة للطلاب المشاهدة الميدانية لكافة قواعد المرور وتطبيقها واقعيا. وتنظم الوزارة زيارات للأطفال الأيتام لتقديم الدعم والمساندة لهم وتلبية متطلباتهم. تعمل وزارة الداخلية من خلال تلك المبادرات التي تستهدف بها الأطفال على غرس روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على دعمهم ومساندتهم، فهؤلاء هم مستقبل الوطن وذخيرة تنميته.